إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله أحسن الله عليكم معالي الشيخ. السائل يقول هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أم لا؟ لا شك في ذلك أن من السنة رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة، وهذا شيء موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، وكان الأطفال والصغار كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نعرف انتهاء الصلاة بسماع الذكر